مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم من منوريني ومشرفيني في قناه قناه الاهلي والاهلي في كل مكان يعني اهم اخبارنا النهارده اول باول بنقولها على طول في هذا البرنامج الاهلي في كل مكان وبنحاول نغطي معظم اخبار النادي الاهلي ومعظم اخبار النجوم ومعظم الاخبار المحليه والعالميه كمان بكره ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الاهلي هيلتقي وديا مع نجوم المستقبل قبل ما يسافر على معسكره في الاسكندريه يوم السبت باذن الله اكيد هتكون مباراه المباراه الاخيره استعدادا لمباراه تاون شيب المواجهه المهمه جدا واللي بنستناها كلنا كل الجماهير وكل اللي بينتمي للاهلي بيستنى هذه المباراه تحديدا مباراه مش عايز اقول تحديد مصير لكن هي يعني مباراه مهمه للغايه مباراه هترجعنا تاني ان شاء الله لطريق افريقيا البطوله المحببه لكل الجماهير الأهلوية مباراه نجوم المستقبل اكيد هيشوف فيها باتريس كالتيرون الشكل النهائي للتشكيله المثاليه اللي هتكون من من وجهه نظره هو والجهاز المعاون كمان التشكيله المثاليه اللي هيواجه بيها بطل تاون البطل تاون شيب بطل بوتسوانا ان شاء الله. اكيد كمان هيطمن فيها على كل اللعيبه لكن كلنا متوقعين واكيد حضراتكم كمان متوقعين ان هو يبدا الشوط الاول على الاقل بالتشكيله اللي ممكن تبدا هذا اللقاء مع الحرص او التنبيه على اللاعبين مش عايز اقول بالخوف على نفسهم لكن لازم يكونوا حريصين جدا لان المباراه خلاص مباراه افريقيا قريبه جدا خلاص يعني على الابواب وكلنا بنستنى هذه المباراه. ده كان اول خبر بقوله لكم اكيد حضركم عارفين ان الفريق هيدخل ان شاء الله في معسكر مغلق في برج العرب استعدادا لمباراه تاون شيب بطل بوتسوانا يوم السبت المقبل ان شاء الله المعسكر هيبدا عايز اقول لكم كمان